بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحن هلا كان تعسي ودرينا أنجو أه علماء الدين ك طريقة الشيخ عبد محمد الشيخ عبد الله باردري أو شيخ نوغو ريو واحد دلك تشوغا يو واحد دبد تشوغا تعسيب عن هالكان كدرينا شيخ اني جليل كاها جريدي كنت من هنا حين تبنيد شيخ عثمان حدق وحنو تعسير ان الكي قرابدي اولادي ان الله لي انتو كجريودي طريقتي ومدي الصوماليات لما وو تعسير ان وحنا لنا نفط يديتين وصبر يمن الله كسي يا شيخ جهريدي سحنون كبدن أولادي وكتجي يا أزواجتي يا الكينا قلبك الله وقبوتيو صبر جميل الله كو أرزاقه شيخنا رالله الله كنغض إلهي وحن كبر ينا مرتلة شعلية إلهي إنه كنغض كتاب كي سلام يدك تكسيه قولك ثابت كان إلهي هليشيه إلهي دينتي سواح بدن بوقبتي وحوين أن قرصونين بو قبتي علام بوها عابد بوها مؤلف بوها أورع بوها أدونك شرف وين بو كتشوغي آخرنا شرف وين الله كوا بالمري وحان روا هذا الكيين كسو قبقبيو تعسيد أس باندر إنا دمان تيو وشيخ نوغوه الرئيو شيخ محمد شيخ عبد الله بارداري يا أنت طريقة دي ساهد ملك السواء يشوجان وحنو تعسين إن أنت أصلا عرب كسر الفني سمر يمن الله كسيه شيخنا الله ونحرسته هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. وحنك تعسين إن جريدي كل عضي أمد الصوماليات جودهان أمد الإسلام كا بانك تعسيرنا وحن تعسيد الله وذكرنا أحبتي يا مريدك الشيخ عثمان حدق وكرنتي الله أن حريست الشيخة والدينتي يا أولادي يا زوجاتك وحن إلهي أقر جيننا سبحانه وتعالى إنه الشيخ الرحمة دي سإلهي أكشبه وحن سيحو جينيا كلمة ذي يقول رجاي الشيخ أسد وكو هذا اللي أنا وكو هذا اللي إنه أفكا إيو ما جاء طريقة الشيخ محمد الشيخ عبد الله الشيخ إبراهيم بار ديرا والشيخ ودنا كبنان كيس وكو مغني هاي وحان إلهي أقول رجاي إن الشيخ رحمة دي واسعة هاي ذا إلهي إنه كسيه وحان الشهادة وقف لنا أهل خير إنه وها إذا صابحي يبلشدي ماشى مرسي وحصيد مضان هذا الكي نبي عليه الصلاة والسلام مركي جناسة لسوهر مريي إلا أماني إلا أوير نبي وجبت مذكرة لسوهر مريي إلا الدري أوير وجبت سيد عمر سؤاش أويديي ويكاد خير كو أمانتين أهل الجنة وي كاد شرك كو أمانتين أهل النار وي خلق إلهي دبدي داخل صومالي عيدان صومالي أهينبا وحي الشيخ عثمان كو أمانين إن وها أهل خير ملائكة الرحمة ده سودة ويس آمين وجنة الفردوس الأعلى بالرفيق رسول الله الله كم ارتقاضه آمين طريقة ذي سلوك التربية ذي وقعنت كو هينا إلهي ما ضيعه وأمانة ضيع من الله قدره آمين دمان أهل الطرق الصوفية بلاد الصومال كنول وحن رجينا إن شاء الله تعالى جعيل كوضي يمدن مدوض إنه سيواره أو سيجرب إلهي كرجينا هيا هذه أدوى السلامة والسلام عليكم ورحمة الله.